السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نأخذ محاضرة جديدة من محاضرات مادة مقاومة المواد. موضوع اليوم هو Thermal Deformation أو ما يسمى بالThermal Stresses. Thermal Deformation أو Thermal Stresses بمعنى الإجهادات الحرارية أو التشوهات الحرارية. هنا بهذا الموضوع راح ندرس الإجهادات اللي تتكون نتيجة حرارة على المادة، هذا أو التغير في الحرارة سواء كان موجب أو سالب، بما يعني أنه تسخين أو تبريد، شنو تأثيره على المادة. هنا الدلتا تي هو التغير في درجة الحرارة، التغير كل تغير يعني فرق، فمعناها تي 2 ماينس تي 1. فعند ما تكون الدلتا تي قيمتها موجبة فهنا العملية معناتها تسخين، يعني أني رفعت درجة الحرارة. عندما تكون قيمتها سالبة يعني هنا أني دا أبرد، عملية تبريد، يعني خفضت درجة الحرارة. فعند التسخين، عند التسخين المعدن راح يتمدد فراح يزداد طوله، المعدن أو أي مادة أخرى. لكن عند التبريد أني خفضت درجة الحرارة فالمعدن راح يتقلص. فعند التسخين من يتمدد المعدن يعني صار بي تنشن، صار بي تنشن. أما بالتبريد يعني هنا أنا راح يتقلص المعدن يصير بي كونتراكشن. هسه لو نأخذ مثال، لنفترض عندي بار معين، بار بهالشكل، هذا البار هذا نفسيته طبعا. هنا أنا أجي أرسم البار مرتين، مرة في حالة التسخين ومرة في حالة التبريد. فبالحالة الأولى، بالحالة الأولى عندما يكون الدلتا تي موجبة يعني أنا سخنت هذا البار، لذلك أنه هذا البار ممكن راح يستطيل في مقدار معين، فهذا دائما إحنا نحسبه هذا بمقدار بمعنى التغير الدلتا. لكن هذا حدث نتيجة تغير درجة الحرارة فأقول دلتا تي، يعني نانا التغير الحاصل نتيجة تغير درجة الحرارة. أما عندما تكون الدلتا تي سالبة يعني أنا هنا أنا بردت، عملية تبريد. فعند التبريد إنه المعدن راح يصير بي كونتراكشن يعني تقلص، فبالتالي إنه هذا المعدن راح يتقلص، ممكن إنه يصل طوله لهنا. فهذه أيضا قيمة الدلتا تي نتيجة الحرارة. فبالحالتين هنا شلون أحسب قيمة الدلتا تي؟ دلتا تي يتم حسابها عن طريق هذا القانون اللي موضح أمامنا. فالدلتا هي ألفا في الأل في الدلتا تي، راح أكتب القانون هنا. الألفا أو الدلتا تي هي ألفا في الأل في الدلتا تي. هسه ال شنو يعني ال هنا موجود، هنا طول الجسم. دلتا تي هو التغير في درجة الحرارة، هاي الدلتا تي. الالفا هذا الرمز، الالفا يسمى بالالفا، فالالفا هي الكوفيشنت اوف لينير اكسبانشن، يعني معامل التمدد. معامل التمدد ممكن أن يكون أو معامل التقلص، يعني المادة ممكن أن تتمدد بالحرارة وممكن أن تتقلص بالبرودة، فهذا ممكن أن نقول عنه معامل التمدد أو التقلص. والدلتا تي قلنا التغير في درجة الحرارة، والآل هو طول الجسم. فهذه المعادلة هسه اللي نمثلها أمامنا، لو قسمنا الطرفين على آل، لو قسمنا الطرفين على الال، فهذا الطرف هنا راح تختصر الال مع الال، تبقى فقط الفا ودلتا تي. وهذا هنا الطرف الثاني الدلتا على الطول الاصلي، الدلتا اللي يحدث بالطول على الطول الاصلي هذا اسميه انفعال وما اخذيه سابقا، لذلك هنا انفعال الفا في الدلتا تي مثل ما موضح امامنا. هذا الانفعال ألفا في دلتا تي. وعندنا احنا ايضا قانون سابق، معامل المرونة هو اجهاد على انفعال، لذلك لو ردت قيمة الانفعال انه راح يصير هو اجهاد على معامل مرونة، فلو ردت قيمة الانفعال راح يصبح اجهاد على معامل
مرونة. فلو اجيت هذه خليتها بمكان هاي الايل موجودة هنا، فراح يصبح هنا سيجما على اي يساوي الفا في الدلتا تي. راح اضرب وسطين الطرفين واخليها بدلالة السيجما تي، فبالتالي راح يصبح يعني هذه الاي تنتقل لهنا، فراح يصبح القانون بهالشكل. هذا عندي القانون، قانون شي يقول الفا في الاي في الدلتا تي، هاي السيجما لانه الاجهاد اللي حدث نتيجة التغير في درجة الحرارة، لذلك اسميه بالسيجما تي. هسه لحد هنا هذه هنا ما حصلت اجهادات حقيقية بداخل المعدن. شوكت تحدث اجهادات حقيقية داخل المعدن على الاجهاد حسب عن طريق هذا القانون، لكن هنا أنا المعدن هو فري، يعني هذا بهاي الحالة وبهاي الحالة المعدن فري، مجرد تعرض إلى حرارة واستطال أو مجرد تعرض إلى برودة وصار بي كونتراكشن، ما حدثت بي أي إجهادات، لأنه هنا أنا ما عندي إعاقة تصير في الاستطالة أو التقلص. لذا إيش وقت تحدث هذه الإجهادات؟ يعني لنفترض أنه هذا البار بهالشكل، إيش راح يكون هنا مثبت من الجهتين؟ هذا من هنا مثبت ومن هنا مثبت. هذا البار نفترض تعرض إلى درجة حرارة، يعني سخناه. هذا الجسم هذا يعني إنه هذا الجسم ثابت undeformable، يعني غير قابل للتشوه. هذا الجسم اللي من هالجهة واللي من الجهة الثانية المقابلة لها، هذا يعني إنه ما يتحرك، هذا الجدار رجد هذا. فبالتالي لو هذا الجدار ما كان موجود، فهنا أن لو سخنا المعدن رفعنا درجة الحرارة فراح يزيد طوله، ممكن أن يوصل لهنا. هاي إيش أسميها؟ سميتها بالدلتا ثيرمال. لكن وجود هذا الجسم، هذا الرجيد وول اللي هو الجدار الصلب اللي ما يتحرك غير قابل للتحرك، وجود هذا كأنما يعمل كقوة راح يدفع الجسم ويرجعه إلى وضعه الأصلي، هاي أسميها بالدلتا أو الدلتا بي، واعتيادي راح يكون هسه تشوفون إنه صار كأنما عندي معادلة، الدلتا ثيرمال تساوي لنا الدلتا بي، فالدلتا ثيرمال دائما من اريد اعوضها اكتب مكانها الفا في ال في الدلتا تي. احنا عندنا هنا هذا السهم طول هذا السهم يساوي طول هذا السهم، لذلك راح اساوي الدلتا تي الى دلتا بي، فراح يكون الدلتا تي يساوي الدلتا بي. لذا الدلتا تي قانونها الفا في ال في الدلتا تي، والدلتا بي اللي هي التغير اللي يحدث نتيجة القوة من اللي صدرت من هذا الرجد وول، كأنما ضغطت لنا الجسم ورجعت الوضع الأصلي، وهاي عوض دائما عنها القانون المتعارف عليه بي ال على A في ال A، هذا أخذناه في المحاضرة السابقة أو قبلها. فبالتالي عن طريق هذه المعادلة أيضا راح أستخرج الشيء اللي يريده. لذا المطلوب أنه هنا كيف أصبحت هذه المعادلة بهالشكل، لازم تفهم هنا أنه الجسم إيش راح يصير به. أرجع وأعيد هذه الفقرة. لذا لو افترضنا أنه عندي جسم، هذا الجسم يكون مثبت من الجهتين، عندي هنا rigid wall، يعني
جدار هنا أنا غير قابل للتشوه أو التحرك undefermable. فلو رفعنا هذه المادة رفعنا درجة حرارتها، لو ما موجود هذا الرجد وول مثل الحالة الأولى كان المعدن وصل لهنا، فهنا لو كان هذا ما موجود فممكن أن المعدن يستطيل يوصل لهذا المقدار، فسميت هذا التغير نتيجة درجة حرارة سميته بالدلتا تي. لكن وجود هذا الجدار الصلب كأنما راح يمنع الاستطالة لهذا الجسم، فكأنما راح يعمل كقوة تعيد استرجاع الجسم إلى وضعه الأصلي، فتعيد استرجاع الجسم إلى وضعه الأصلي. هذا التغير اللي صار هي نتيجة قوة دلتا بي، نتيجة قوة فسميتها بالدلتا بي. فسهنا عندي طول هذا السهم يساوي طول هذا السهم، فهنا أنا إيش راح أساوي؟ كأنما أساوي دلتا بي أساويها للدلتا تي أساويها للدلتا بي. فمن راح أعوض؟ أقول الدلتا تي يساوي دلتا بي. فالدلتا التغير اللي يحدث نتيجة تغير درجة الحرارة دائما أعوض بمكانه ألفا في الال في الدلتا تي، وأكيد الدلتا تي هي تي 2 ماينس تي 1 يعني تي الثانية ناقص تي الأولى، يساوي الدلتا اللي تحدث نتيجة تغير في درجة في القوة اللي نتيجة الجدار وجوده، فأعوض عنها القانون بي ال على A في الـ E. فعن طريق هذا القانون أيضا أقدر أحل السؤال. طبعا أكو حالات ثانية، حالات الثانية أنه ممكن أنه وش أساوي أني هذا الجسم اللي عندي اللي يكون مثبت من الجهتين، هذا الجسم اللي عندي اللي ثبتناه من الجهتين، ممكن أنه أني أخفض درجة الحرارة أقلل درجة الحرارة، وإحنا قلنا أثناء تقليل درجة الحرارة ممكن أنه الجسم راح كأنما يتقلص، إحنا قلنا أثناء انخفاض درجة الحرارة معناته تبريد، أنه الجسم راح يتقلص، فمن راح يتقلص ممكن أن يوصل لهنا، فهذا الدلتا تي. لكن وجود هذا الجدار ما يخليه يتقلص، فكأنما هذا الجدار يعمل كقوة تعيده إلى وضعه الأصلي، فهذا سميتها بالدلتا بي. فكل دلتا تي أعوض قانونها، وكل دلتا بي أعوض قانونها، وهكذا. ممكن أن يكون هذا البار متكون من أكثر من جزء، فبالتالي إذا كان متكون من أكثر من جزء فالدلتا بي راح يصير لكل جزء، فالدلتا بي للجزء الأول، الدلتا بي للجزء الثاني، وهكذا. فلو هسه أخذنا مثال على هذا الموضوع حتى نفهم الموضوع بتفاصيل، فنجي للسؤال. يقول ستيل رود، إذا هنا ما منطينا رسم بالسؤال فيحتاج من عندي أنه أرسم ستيل رود with cross sectional أريا، منطيني الأريا، دائما خلي المعطيات قدامك، منطيني هنا الأريا يعني شنو قيمة الأي، منطيني قيمة الأي بهذا السؤال، هسه هنا منطيني قيمة الأي، الأي معلومة واللي هي قيمتها 150 مليمتر مربع. يقول is stretched between two fixed points يعني شنو شديناه بين نقطتين ثابتات، أني عندي هذا الجزء، هذا الجزء أول شيء مثبت، شدينا يقول بالسؤال شدينا بين نقطتين ثابتات، يعني هذا الجسم شديته باتجاه متعاكسين يعني مقدار معين لهنا وثبته بين ذني الجدارين الثابتة، بحيث أنه لو أزيل هذين الجدارين أنه الجسم يرجع الوضع الأصلي، لكن هسه أنا سويت له شد وثبتته لهنا، يعني هو طول الأصلي لهنا، أنا هذا كأنما طول الأصلي، لكن أنا سويت له شد وخليته ثبتته بين
هذا الجدارين، فبالتالي أصبح طوله لهنا أنا، فبت بذني بين هذني الجدارين ومساحته من طين ياهن. يقول the tensile load at 20 degree centigrade is 5000، يعني شنو؟ انه اني من سحبته وثبتته بين هذني الجدارين عند درجة حرارة يعني T1 20، والقوة اللي يستخدمها هنا البي مقدارها 5000. هنا القوة معناتها اتجاه القوة بهالاتجاه اللي هي، لأنه شد أنا شديته فمقدارها هنا 5000. شو يريد بالسؤال؟ يقول what will be the stress at minus 20، يعني هنا التي الثانية شو تساوي؟ سالب 20 من درجة الحرارة ثانية سالبة، معناتها أني خفضت درجة الحرارة، أنا بهاي الحالة خفضت درجة الحرارة، فراح أجل المطلب الأول هسه. يقول what will be the stress at minus 20 degree centigrade، يعني شنو؟ شقد قيمة الإجهاد؟ أنا عندي قيمة الإجهاد، الإجهاد أستخرجه عن طريق قوة على مساحة، مساحته هو معطيني إياها، لكن القوة أني ما عندي قيمة القوة، لذلك أستخرجها، ما يصير أستخدم نفس هذه القوة، لأنه هذه القوة عند درجة حرارة 20، لازم أستخرج قوة عند درجة حرارة سالب 20. لذا فهنا أول شيء من خفضنا درجة الحرارة هسه هنا إيش أساوي؟ راح أرسم المخطط على مود أعرف شلون أحل. هسه أنا أصلاً شو سويت؟ الآن مثبتة أنا هنا خفضت درجة الحرارة، لأنه خفضت درجة الحرارة فإنه الجسم إيش راح يصير بي؟ راح يصير بي contraction، تقلص، راح يوصل مثلاً يتقلص يوصل لهنا نتيجة هذا التغير، نتيجة درجة الحرارة ونتيجة التبريد. لكن وجود هذا الجسم الجدار وجوده راح يمنع الجسم انه يتقلص لانه مثبته منانه، فبالتالي كأنما يعمل كقوة تعيد الجسم الى وضعه الاصلي، هاي نتيجة الدلتا بي. فبالتالي هسه هذا طول هذا السهم مساوي الى طول هذا السهم، فبالتالي اقول الدلتا تي يساوي دلتا بي، فأقول الدلتا تي يساوي دلتا نتيجة البي. فالدلتا تي أعوض قانونها اللي هي الألفا في الال في الدلتا تي، والدلتا نتيجة تغير في القوة أعوض عنها البي ال الاي في الاي واللي خذناه هسه قبل شوية. فش راح أساوي؟ بالنسبة ال موجودة في الطرفين فأقدر أختصرها من الطرفين، موجودة هذا ال في الطرفين فأقدر أختصرها من الطرفين. هسه أجي أعوض الألفا، إيش قد منطيني إياها؟ الألفا هنا أنا منطيني إياها 11.7 مايكرو، 11.7 مايكرومتر على المتر في الدقري سنتيغرين، فبالتالي 11.7 المايكرو فتنظروا في 10^6، لأن المايكرو ينضرب في 10^6، فهاي انضربت في 10^6. الدلتا تي بقت عندنا هنا الدلتا تي هي T2 - T1، فعندي هنا T2 سالب 20، هذا السالب 20، والT1 هي 20، فأقول ناقص 20، فبالتالي سالب 20 سالب 20 راح يصير سالب 40. أجي للطرف الثاني، عندي الـ A في الـ E، الـ A منطينياه شقد؟ 150 مليمتر مربع، لازم تضرب في 10^6، الـ A منطينياه بالسؤال هذه 150 مليمتر مربع، لازم أوحد وحدات، ليش؟ لأنه هنا لأنه منطيني الألفا حولتها للمتر، حولتها للمتر، فلازم أيضا هنا الأريا أحولها للمتر، فلذلك أنه ضربتها في 10^6، 150
ضربت في 10 سالب 6. والإي اللي هو معامل مرونة أيضا منطيك إياه بالسؤال، قيمتها 200 جيجا باسكال. الجيجا باسكال يعني في 10 أس 9، فهنا 200 في 10 أس 9 فصارت هالشكل 200 في 10 أس 9. يبقى البي اللي في البسط شعوض بمكانها. آني هلاني لأنه الجسم بالبداية شديته بقوة مقدارها 5000 نيوتن، وبعدين من بردته معناتها الجسم راح يتقلص، من يتقلص معناتها القوة تتجه كأنما بهالاتجاه. فبالتالي عن طريق أقول من أنا summation الاف اكس يساوي صفر، فأقول زائد 5000 ناقص بي يساوي صفر، يعني هذه مقدار القوة 5000 ناقص بي عوضها هنا. فبالتالي راح أبسط المعادلة واستخرج البي. من استخرجت البي راح أعوض القانون السيجما الإجهاد قوة على مساحة، لأن هو هنا يريد قيمة الإجهاد، فبالتالي راح أعوض الإجهاد قوة على مساحة. عندي هذا القوة مستخرجها على مساحة، لأنه هنا أنا بقيتها في المليمتر المربع ما حولتها، فالنتيجة راح تكون ميجا باسكال. هذا بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني يقول at what temperature will the stress be zero، يقول عند أي درجة حرارة يصبح الإجهاد مساوي إلى صفر. نقول أنت أي درجة حرارية يصبح الإجهاد مساوي صفر. أني عندي الإجهاد يساوي فورس على أريا، إيش وقت هذا يساوي صفر؟ عد ما الأف تساوي صفر، يعني صفر على أي كمية معناها صفر. فبالتالي أنه نفس هذين الخطوات راح أعيدهن كأنما مجرد أخلي بمكان سالب 20 أخلي ماينس تي، وبمكان البي لأنه البي هنا الاف اللي هي نفسيتها الاف، هنا البي صفر فراح أعوض مكانها صفر، وبالتالي راح أستخرج قيمة التي وهو المطلوب. هذا بالنسبة للمثال الأول. المثال الثاني طبعا يختلف عن المثال الأول. دائما من تريد تحل أي سؤال لازم هذا المخطط اللي اشتغلته قبل شوية، هذا أنه لازم تخليه بالك وتشتغل على ضوءه، لأن لو ما طبقت هذا المخطط فما راح تقدر تحل المثال. فراح أجي للمثال الثاني. المثال الثاني شي يقول؟ يقول آت 20 ديجري سنتيغريد عند درجة حرارة 20 درجة مئوية rigid slab having a mass of 55 ملغرام. هذا اللي يقصد به اللي ينتهي 55 ملغرام. is placed يعناتها وضع on two bronze rods and one steel rod، يعني وضع على قضيبين 2 من البرونز مثل هذا بي ار برونز والبي ار برونز، وواحد من الستيل الاس تي اللي هو الستيل، ومنطيني هنا ابعاده هذا ابعاده، ومنطيك ايضا هذا البعد على مود تستخرج طول الستيل، بحيث انه هنا طول البرونز 250 وطول الستيل اقول 250 ب 50 معناتها 300 طول الستيل. يقول at what temperature عند اي درجة حرارة will the stress in steel، عند اي درجة حرارية يصبح الستريس الإجهاد بالستيل رود يصبح صفر عند أي درجة حرارية. أنا عندي الإجهاد بالستيل والإجهاد بالبرونز هو فورس على أريا أو بي نفس الشيء على أريا. إيش وقت يصبح الإجهاد؟ إيش وقت يصبح أنا من أريد أستخرج الإجهاد بالستيل فلازم أستخرج القوة بالستيل وأقسمها على أريا وتطلع النتيجة، ومن أريد الإجهاد بالبرونز لازم أستخرج القوة بالبرونز وأقسمها على المساحة وأستخرج القوة.
نتيجة. لذلك هنا بهذا السؤال يقول عند أي درجة حرارة يصبح الإجهاد بالستيل مساوي إلى صفر؟ فإحنا هنا الإجهاد بالستيل مساوي إلى صفر معناتها الـ P مالت الستيل تساوي صفر. فهنا بهذا السؤال منطيك الأريا ومنطيني الإي قيمة الإي وأيضا الألفا ومنطيني قيمة الألفا وأيضا منطيك هنا فور البرونز للبرونز منطينا الأريا ومنطينا الإي ومنطينا معامل التمدد الحراري أو معامل التقلص الحراري. أكو هنا فكرة معينة لازم يفهمها الطالب أنه كل مادة لها معامل تمدد ومعامل تقلص. فأنت شون تعرف هسه هنا منطيك أو برونز ومنطيك ستيل شون تعرف أنه يا المادة من عندهم تستطيل أكثر أو تصير بها كونتراكشن تقلص أو تتقلص أكثر. فإذا بما أنه أنت مهندس يفترض أنه تعرف أنه البرونز يستطيل أكثر من الستيل أو يتقلص أكثر من الستيل، الستيل تكون مقاومته أكبر من البرونز. وإذا ما عرفت تجي المن تجي القيمة الألفا، هنا قيمة الألفا، هنا عندك قيمة وهنا أيضا عندك قيمة. فقيمة الألفا هنا المن للستيل 11.7 بينما للبرونز 19. فهذا الشيء يعني أنه 19 لأنه قيمته أكثر البرونز فمعناته يستطيل أكثر أو يصير بي كونتراكشن يتقلص أكثر، يستطيل أكثر يصير بي تنشن أكبر أو يتقلص أكبر. فهسه أولا طريقة الحل شلون؟ عن طريق هذا الرسم نفسيته أستخدم يعني شنو القوى طريق summation الاف واي تساوي صفر. فهنا بما انه هذا دا يضغط على هذا الجزء ودا يضغط على هذا الجزء دا يضغط على هذا الجزء بالتالي راح تتولد يعني كل فعل رد فعل يساويه بالمقدار ويعاكس بالاتجاه. فهنا الشيد راح يكون هنا للاعلى وهذا للاعلى وهذا للاعلى وهاي وزنها يكون للاسفل ما اخذنيها بالميكانيك الهندسي. فلذلك كم قوة عندنا هنا راح تكون قوة بالبرونز هنا قوة بالستيل هنا قوة بالبرونز هنا تساوي هذا الرقم. فبالتالي الـ P برونز هذا الأول الجزء الأول زائد P ستيل هذا الجزء الثاني زائد P برونز اللي هو الجزء الثالث شي يساوي لنا 55. هسه هنا عندنا هنا بي برونز وهنا بي برونز لذلك ممكن اخليها 2 بي برونز زائدا بي ستيل يساوي 55. فهنا اصلا هو بالسؤال منطيني معلومه قايل شو احسب لي الدلتا تي عندما تكون الاجهاد في الستيل يساوي صفر. فعندما الاجهاد بالستيل يساوي صفر معناها البي بالستيل صفر فبالتالي هنا هذا صفر فراح يبقى عندنا فقط 2 بي برونز بي برونز يساوي 55 ملي غرام تنضرب في 10 أس 3 لازم احولها للنيوتن ايضا اضربها في 9.81 واستخرج النتيجة. بالتالي بي برونز تساوي هنا أنا حاسبها يفترض أنه حاسبها من هنا هذه قيمة البي برونز حاسبها مستخرج قيمتها مستخرج قيمة البي برونز. أجي أكمل السؤال أنا لازم أرسم المخطط هذا فلذلك أريدك تنتبه وتركز وياي شون يرسم هذا المخطط. لذلك راح أمسح الشاشة وأوضح لك شون يرسم المخطط لأنه على ضوء هذا المخطط راح تكتب المعادلة مالتك. يعني هذه المعادلة هنا يعني كتبها على ضوء المخطط على ضوء المخطط. فلو أنت المخطط ما كنت فاهمه ما راح تقدر ترسم أو تكتب هذه المعادلة وبالتالي ما راح تقدر تحل السؤال. لذلك أريد شوية تركز وياي.
راح أمثل هذا الجزء، راح أمثله برسم عندي هنا، راح أمثله بهذا الخط، هذا الخط الأساس اللي هو هذا الأوريجينال، هذا الخط المخطط. لو هنا ما عندنا هذا الجزء، أفترض هذا 55 ملغرام، أفترض أنه ما عنده، فأنا من أرفع درجة الحرارة قلنا المعدن أو المادة شبيهة راح تستطيل. فالبرونز بما أنه الألفا مالته هذه 19 والألفا مالت الستيل 11.7، فهنا البرونز يستطيل أكثر، فبالتالي نتيجة درجة الحرارة فالبرونز راح يستطيل يوصل لهنا نتيجة تغير درجة الحرارة. فاكتب هاي دلتا تي برونز. الستيل أيضا يستطيل، لكن شنو تكون استطالته؟ صغيرة، فراح يستطيل لهنا. فهذه ش أكتب عنها؟ أكتب عنها دلتا ثيرمال ستيل. هسه لكن نتيجة هذا الوزن اللي موجود فوق ش راح يساوي؟ هذا الوزن اللي موجود فوق راح يضغطه، راح يرجع البرونز، راح يرجعه، ما يخلي البرونز يوصل لهنا، راح يرجعه لمسافة معينة، راح يرجع مثلا لهنا، هاي يعمل كقوة. فهذه الدلتا بي بالبرونز، وهذا وهنا تبقى هاي المسافة شنو يكملها الستيل، فهذه دلتا بي بالستيل. فهسه صار عد مخطط كامل، فشلون اكتب المعادلة؟ على اي اساس؟ لازم هنا أنا مساواة، هنا أنا أربع أسهم، فأجيش أقول تي ثيرمال برونز طول سهم كامل كل الرسم عندي، فأقول دلتا ثيرمال برونز اللي هو هذا، أقول ناقص دلتا هذا ثيرمال ستيل، ناقص دلتا ثيرمال ستيل يساوي من أطرح هذا الجزء من هذا الجزء الكبير، فأكيد راح يبقوا لي فقط هذا الجزء وهذا الجزء، فبالتالي هذا الجزء وهذا الجزء راح يكون هذا الدلتا برونز وهذا الدلتا ستيل، فراح أقول يساوي دلتا برونز زائد دلتا ستيل، فأصبح عندي هذا القانون. من صار عندي هذا القانون؟ هسه صار عندي القانون جاهز، فقل دلتا ثيرمال أعوض بمكانها ألفا ال دلتا تي، وكل دلتا برونز أعوض بمكانها البي ال على الاي في الاي، الدلتا برونز اعوض مكانها بي ال على اي في الاي، والدلتا ستيل اعوض ايضا مكانها بي ال على اي في الاي، لكن كل واحده من هذني اعوض مكانها طولها والقوه والاي مالتها والاريا. هسه هذا هنا طبعا ونفسيته هذا كاتبه، فاجا عوض لانه دلتا ثيرمال هذا بالستيل، فراح يكون شنو؟ الفا في ال الدلتا تي، وهنا أنا ال طول مالت الستيل، زائد دلتا بالستيل، هذه دلتا نتيجة القوة، فعوض مكان بي ال على الاي في الاي او الاي في الاي، لكن هنا لانه ستيل عوض بي ستيل والال ستيل، طول الستيل والقوة المؤثرة بالستيل، تساوي الدلتا ثيرمال بالبرونز هي الفا في ال في الدلتا تي، أعوض بمكانها لأنه هنا الدلتا نتيجة درجة الحرارة، فأعوض بمكانها ألفا في الأل في الدلتا تي، ناقص دلتا برونز أعوض بمكانها بي أل على أي في الإي للبرونز. هسه هنا كلها معلومة، عندي الأي لكل مادة والإي لكل مادة، وعندي الأل أيضا لكل مادة، عندي الألفا لكل مادة، وعندي الأل أيضا لكل مادة، وعندي الدلتا تي، عندي التي الأولى، فلازم أستخرج قيمة التي الثانية.
لازم استخرج قيمة التي الثانية. راح مجرد انه ادخلهن واعوض القيم واستخرج اللي يريده. بما انه هنا عندي البي ستيل صفر، بي بالستيل صفر، وعندي البي بالبرونز هذه قيمتها. البي بالستيل هذه البي ستيل صفر، فبالتالي من اجي اعوض هنا البي مالت الستيل هذا الحد كله راح يصير صفر، معناها هذا الحد كله راح يصير صفر، فبالتالي فقط دني ثلاث حدود. اجي اعوض بهن، اعوض كل ما بالمعادلة واستخرج قيمة الT. هذا ما يخص محاضرة اليوم، شكرا لكم.